وهذا امر غير ممكن على الاطلاق. جيد، هاي واحد. اثنين، حكومة وحدة وطنية، وهذه التجربة اسوأ ما مر علينا في لبنان منذ اتفاق الدوحة، الحكومتين اللي مروا واللي اساءوا للناس واساءوا لحاجاتهم واساءوا للوضع السياسي، وبين ان حكومة مواجهة بين بعضها مش حكومة لخدمة الناس بصرف النظر عن مين معه حق. نعم. خيار الثالث هو حكومة سكر خفيف زيادة، تكنوقراط يعني، تكنوقراط تقدر تواجه امور الناس، وهذا امر يحتاج الى موقف وطني كبير ومغامرة كبرى يتولاها الرئيس ميقاطي. رئيس ميقاطي لحظة، انت وسليم الحفظ هو نفس الشيء، ما بعرف بس انا يعني دكتور سليم الحفظ بتمنى اني احكي للدكتور سليم، بس المهم انه الحقيقة ما قريت هذا الكلام بس سمعت. انا اللي بدي اقوله استاذ علي، هذه المغامرة تحتاج الى نسبة عالية من الوطنية، وهي وان كان تأخر وقتها كثير والشجاعة، شجاعة، بس في حسابات وفق هذا الامر وكثير من هو عم يتصرف، هو عم يتصرف وكأنه حلفائه او اللي سموه سلفينه. انا رأيي حلفائه او اللي سموه هن المصيبة اللي وقعت على راسه، هو اللي مسلفهم، هو اللي مسلفهم خلاف مع اهله وجماعته وبيئته ومنطقته ومحيطه وطائفته بمسألة التكليف. فاذا هو عم يتصرف كأنه هن مسلفينه، هذا غير صحيح. وانا سبق وقلت انه الرئيس سنيورا حكى، انا سمعت من رئيس سنيورا وسبق وقلت انا على اكثر من منبر اعلامي انه نحن مستعدين، انا مستعد على الاقل شخصيا اني ناقش بحدي دفاعا عن اعطاء الثقه لحكومه محايده، لانه انا بهمني حاجات الناس، بهمني مصايبهم، وبهمني كيف رد عنهم الضرر، وبهمني اظهر من هذا الصراع السياسي اللي ما عنده نصيب غير يتهم الاخرين. مين سقط هذه الحكومة سيئة الذكر؟ أنا سقطها، رئيس حريري سقطها، تحمل فيها ما لا يتحمله أحد بهذه الحكومة من صراعات ومن شتائم ومن خناقات انسداد أفاق، انسداد. فإذا شو الخيار يا أستاذ؟ الخيار الوحيد الوطني المتاح أمامنا الآن أخذ النزاعات السياسية إلى مكان آخر وتشكيل حكومة تكنوقراط. هذه الحكومة ستواجه ايضا عقبات بما يتعلق بمضمون البيان الوزاري كمان، لانه البيان الوزاري اكيد بده يتضمن اللي ضمنته البيانات الوزارية السابقة. نعم. والمتعلق بالسلاح واللي متعلق بالمحكمة الدولية والمتعلق بكثير اشياء، واللي هن بيعتقدوا انه ميزان القوى اختلف لدرجة انه فيهم يلغوا التزاماتهم السابقة، التزاماتهم ببيانات مجلس الوزراء بالحكومة الأولى وبالحكومة الثانية وبالحكومة اللي قبل الدوحة وبعد الدوحة. وإذا هذا الأمر غير صحيح ما بينصرف ولا بمحل. فإذا قاعدين يبيعوا الناس عداوات، نحن كل يوم نتفرج على التلفزيون نشوف إما جنرال عون وإما أي شخص آخر من حزب الله نائب أو مش عارف من أي تنظيم، بيبيعوا الناس عداوات واتهامات، ما في شيء ثاني. طبعا نحن كمان ما مقصرين، بس هذا كله حتى احكي بصراحه هذا كله ما بيخدم الناس ولا بيقدم جواب على اسئله الناس ولا بيحل مشكله النقل ولا بيحل مشكله البنزين ولا بيحل اي مشكله اخرى. فحاجب ان خلينا نروح على الموضوع الرئيسي. في ناس بيعتبروا حالهم انهم متصلين وانه بايدهم هن يغيروا موازين القوى ويغيروا البيان الوزاري ويغيروا، لا مش صحيح ببساطه. والدليل هاي الأزمة اللي عايشينها من 3 أشهر لليوم. لو كان صحيح نحن اللي منعنا تشكيل الحكومة، نحن ما منعنا تشكيل الحكومة، نحن عنا برأينا جندتم العالم كله لعرقلة، دافعنا عن وجهة نظرنا، ما جندنا العالم ولا بقدرتنا نحن نجند العالم. أولا نحن لبنان كله الآن منه بأولوية حدا بالعالم، لا بالعالم العربي ولا بالعالم الدولي. نعم. واليوم ناقلين عن رئيس سنيورا بالأخبار أنه لبنان ليس من أولوياتنا نقلا عن واشنطن، ما بعرف إذا شيء صحيح بس بالشكل صحيح، يعني بما اللي حسه الواحد صحيح. فنحن ما فينا نجند حدا ولا عنا قدرة نجند حدا. نحن عنا اعتراضات حطيناها منذ اللحظة الأولى اللي كل فيها الرئيس ميقاطي، وسلمناها أسئلة 3 تتعلق باتفاق الطائف وبالسلاح وبالمحكمة الدولية، ولن نتلقى أي جواب، وهو لا يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة. انت حكيت عن 3 خيارات، بعد الفاصل بنحكي عن خيارات اخرى ربما يجري البحث عنها، خليكم معنا.
عودنا معكم مشاهدينا الكرام، هذا برنامج الاستحقاق، وهذه الليله مع النائب الاستاذ نهاد مشنوع. حكيت استاذ نهاد عن حكومه، عن الخيارات المتاحه، حكومه مواجهه مستحيله، حكومه وحده وطنيه سيئه الذكر، وحكومه تكنوقراط او سكر خفيف سياسي كخيارات احتمال جدي منطقي وطني. طيب. ياخذ الهموم الناس وملفاتها ومشاكلها ويجرب يعالجها. هناك خيارين، هناك خياران اخران في عم ينحكى فيهم، بدي رايك فيهم. اولا الخيار الاول اللي هو تنحي الرئيس مئاتي بكل بساطه. في ناس عم تقول باجواء الرئيس مئاتي انه عامل بانيك بالوضع، يعني في بايده كره نار مش عارفين شو بده يعمل. انا بمعرفتي فيه بقول لا، هو ما بيعمل بانيك، هو يعني بتعاطى مع الامور بهدوء. أيه. يعني بخلي اللي بيشوفه يتعجب بسبب الوضع السياسي، بس هي سبحان الله هي من يعني ادراته. ما بعتقد انه بانيك، بس موضوع الاعتذار، هو بيعرف انه في ازمه كبرى، هو عنوان تكليفه كان عنوان ازمه مش عنوان حل ولا عنوان تسليه. تماما. لذلك انه ما في شيء كثير مفاجئ باللي عم بيشوفه قدامه. اعتذاره انا رايي غير وارد. اعتذاره هو كلف بالاخر، الاخر باخر الحسابات بالحكي الجدي، هو كلف من رئيس بشار الاسد، واعتذاره يكون للرئيس بشار الاسد وليس الى اللبنانيين. حاجه بقى نبرم نلف حول الموضوع، مره زياد بارود ومره الداخليه ومره مش عارف مين. يعني زياد بارود يعني انه احسن وجه بالمجتمع المدني، انت على شو كنت عم تعاقبه؟ صار انه هو العقبي، مش هذا الموضوع. انا ما بحياتي ولا مره صدقت انه هذه عقبي ولا هيدا، ولا كله هذا كلام غير. يعني الرئيس مئاتي اذا هو لا يستطيع ان يعتذر الا لمن كلفه او لمن طلب تكليفه، وهذا التكليف دستوريا وشكليا تم بلبنان عبر مجموع النواب اللي اعطوه تكليف. نعم. والقرار اتخذ بسوريا، فاذا اعتذاره يقوم لما كلفه، ولا اعتقد انه في وارد الاعتذار على الاطلاق. بس يعني نياله على اشادتك فيه للرئيس مئات عم تحكي بوطنيته وباستقلاليته. انا ما اشدت باستقلاليته، انا حكيت عن نعم. عن نقاط محدده انه رئيس مئات لم يكن ينقصه شيئا لا من الوطني ولا من العروبي ولا من الإسلام. نعم. وهو أصيب بتكليفه بهذه المبادئ الثلاثة. أنا حكيت عن مرحلة قبل التكليف. نعم. فأنا ما بقدر أقول للشخص ما عنده، بقدر أقول أنه هو عنده كان هذه المزايا، وأصيبت هذه المزايا بالطريقة التي كلف فيها وبالشكل الذي كلف فيها. طيب الخيار والكل الكلام التائي اللي عم ينقال أستاذ علي شمالا ويمينا ومش عارف شو، انه لا ولازم وبركي بنقدر نعمل هيك، كله هذا كلام غبار ليس له اي قيمة. لما بحكي انا عن تكنوقراط وبحكي عن احتمال ضعيف جدا، انا ماني مسؤول عنه ولكن انا بدافع عنه امام كتلة المستقبل، بحكي عنه لاسباب وطنية تتعلق بحاجات الناس والالتفات اليها والاهتمام فيها. ما بحكي انا من باب الواقعية، مدال ما تخلي كل الناس قاعدة أمام أفق مسدود سياسي بسبب تغيير بالمنطقة، تحلل على الأقل بالحياة اليومية، تحلل الناس وخلي السياسيين يروحوا على محل تاني حتى ما أقول كلام أسوأ من هيك، يناقشوا مشاكلهم ويناقشوا مفاهيمهم، بس هذا الكلام لنوصل له ودونه يعني أوهام وخيالات وعن قوة 8 أذار إنها بتقدر تعمل ما لا يعمل ما كل مرة بناء او انطان لونه شكل. طيب كلها. طيب استطرادا يعني انطلاقا من هذا السؤال او هذه الفكره، فكره التنحي اللي هيدي ما بتتقدم الا للرئيس بشار الاسد، اللي هو ايضا القرار اتخذ عنده بموافقه طبعا حزب الله. طيب انت يمكن ان تتخيل لحظه عوده سعد الحريري بصفقه مع السوريين مع النظام السوري، يعني انه ينحكى تفتح الافاق السعوديه السوريه؟ بعتقد انه هذا باب مغلق وغير وارد اطلاقا تحت اي ظرف من الظروف. نعم. هذا الامر لن يتم مناقشته او التفاهم حوله او الا بعد الانتخابات النيابيه المقبله. نحن الان في وضع سياسي مأزوم، الرئيس الحريري ليس جزءا منه ولا مسؤولا عنه، وبالتالي
ما بمنه يعني هو علاقة تيجي بتعلق عليه المشاكل كلها وبعدين بتقول له تفضل شكل حكومة وحدة وطنية فيها فيتو على كل المواضيع وفيها وزراء كل يوم والتاني بيفتحوا جزيرة وزارية منعزلة وبفوتوا فيك بالمشكل بالشخصي وبالعام. نسينا نحن ظاهر تجربة السنة ونص او سنتين الماضيتين من الحكومة خمس اشهر للتأليف وحكاية لا تنتهي. فحدث فيها من الإساءة لشخصه ولتياره ولسياسته ولجمهوره ما يكفي، ونحن لن نكرر هذه التجربة ايا كانت التسويات. نحن نتصرف وفق الدستور ووفق المنطق ووفق العقل. نحن لا نريد المواجهة لانه لا نريد ان نأخذ الناس الى مزيد من الصعوبات ومزيد من المشاكل ومزيد من يعني عرقلة حياتهم، والدنيا عم تغلى والدنيا عم تتغير ومشاكل بالسياسة ومشاكل بالاقتصاد. وانا رأيي لسه ما شفنا شيء، لانه اللي جاي بطبيعة الحال باللي عم بيصير بالمنطقة واللي بيصير بالعالم انه بدها تكون الامور اصعب واصعب واصعب. فالكلام عن الرئيس الحريري انا برأيي هو كلام اتهام له وليس تكليفا له. طيب انا ما عم فتش على اتهام. طيب واستطرادا كمان بنضل باستطرادات هذه الفكرة، فكرة انه الرئيس نجيب ميقاتي ما بيتنحى او ما بي ما بي ما بيعتذر الا لمرجعيته السياسيه الفعليه اللي هي موجوده بدمشق. طيب هذا واقع. لا 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 مش عم ننكنك عليه. لا 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 مش عم مش هذا واقع. هذا الشيء اللي هذا مش حرطة، عم نحكي جد. انطلاء من هون استاذ نهاد، طيب هون يطرح السؤال، هل العجز هيدا او هالجمود عائد الى قرار سوري او الى اي جمود واي عجز او الى عجز سوري فعلا عن التقدم يا استاذ علي؟ ما بيقدر يتقدم المركب اللبناني، خلي يخلصوا المركب السوري قبل. طيب ما لازم نعترف انه الدنيا عم تغير، الدنيا عم تتغير. كل الكلام السابق ل 25 كانون ثاني لمصر وهذا شيء، وبعد ذلك شيء اخر، واللي طالع نازل على الشام مثلا يطلع وينزل، شو المشكله؟ بيقدر يطلع وينزل ويتسمع على اللي بده اياه، ويمكن ما يلاقي حدا بمكتبه. بس انه بالنتيجه الحل ما بيكون بانك تطلع وتنزل، الحل بيكون انه يكون في وضع سياسي سوي يسمح بتشكيل حكومه مواجهه. انت شايف انه ميزان القوى الحالي بالعالم العربي وبالوضع الاقليمي يسمح بتشكيل حكومه مواجهه؟ بالعالي يا سيدي، بدون عداوه.